أطفالي الأعزاء، اليوم سنكمل اختبار المرحلة الرابعة. نقوم الآن بإنجاز الجزء الثاني. ماذا يقول سؤالي الأول؟ أكمل رسم مساري الكنغر والفأر. أين الكنغر يا أطفال؟ نعم، هذا هو الكنغر. والفأر أين هو؟ ها هو الفأر ينط، والكنغر أيضا ينط. وماذا سنفعل نحن؟ سنكمل مسار هذان الحيوانان حسب الخطوط المرسومة. يوجد لدينا هنا خطوط منحنية وهي متقطعة. سأكمل الآن مسار الكنغر. انظروا ما أجمل الخطوط المنحنية. لا تنسوا، هذه اسمها خطوط منحنية. انظر، وهي تشبه إلى قفزات الكنغر. كنغر يقفز 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 يقفز. الآن سنذهب إلى قفزات الفأر، وهي قفزات طويلة طويلة جدا. سأرسمها هكذا. السهم يقول سنبدأ بالثانية. انظروا، الفأر ينط كثيرا، ينط عاليا، وهي خطوط. ما اسم هذه الخطوط يا أطفال؟ هيا فكروا. نعم، إنها خطوط منحنية. أحسنتم، أنتم بارعون جدا وأذكياء. الآن أكملت مسار الكنغر والفأر. هكذا كنغري ينط وهكذا فأري ينط. لنمر الآن إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين الموالي يا أطفال؟ أتتبع ما هو منقط؟ أعيد السؤال، أتتبع ما هو منقط؟ أحسنتم، هذه الخطوط المنقطة. كل ما علي فعله هو اتباع هذه الخطوط كما أنجزنا العديد من التمارين، وهي تمارين مشابهة لهذا التمرين. فلنبدأ يا أطفال. هكذا يا أطفال أكون قد أنهيت تمريني، وهو به العديد من الخطوط المنحنية والأفقية والعمودية والمنكسرة
وغيرها من الخطوط التي درسناها. الآن سننتقل إلى التمرين الموالي يا أطفال. هذا التمرين يا أطفالي هو تمرين ممتع، كل ما علينا هو إيصال هذه الأشياء حسب المسار إلى هذه الأشياء، فلنتعرف عليها. ولكن أولا يجب قراءة السؤال. أرسم المسار للبحث عن كل صورة وما يناسبها مستعينا بأقلام ملونة. كالعادة توجد لدي أقلامي هنا التي سأرسم بها، كل مرة أختار لون معين حسب اختياركم. ثم أصل هذه الأشياء بهذه. ما هذا؟ ماذا يسمى يا أطفال؟ هذا رفش، هذه قارورة، وما هذا يا أطفال؟ إنها مسطرة، وهذا، وما هذا، وما هذا؟ هذا ما نأخذ به الرملة أو ما نزرع به شيء، وهذا البركار لنقيس به نعم الدوائر، نرسم به الدوائر والمستقيمات، وهو يستعمل في مادة الرياضيات. وهذا لقيس سعات الماء والحليب. فلنبدأ، سنبدأ بالرفش، نبدأ في تتبع أحسنتم المسار ولا نخطئ، هكذا. ثم أعيد الكرة هكذا ونتبع الخط إلى أين سيأخذني يا ترى؟ هل سيأخذني إلى المكان الصحيح؟ لقد شرفنا على الوصول. نعم لقد أخذنا إلى صديقه. أحسنتم يا أطفال، هذو مزوز نستعملوهم في الحديقة متاعنا باش نزينوا الأزهار، نحو عليهم الأوساخ، وإلا نزرعوا حاجة صحية. تو باش نتعداو للقارورة ونختار لون الأحمر ونشوف القارورة، نتبع المسار متاعها كما قاعدين تشوفوا معايا توا هكا. أحسنتم. وباش نزيد نعاود ندور، وهي كلها مجموعة من الخطوط احنا تعرضنا لها قبل. لقد وصلنا. أحسنتم يا أطفال، فلنختار اللون الآخر، سنختار اللون الأسود لنصل المسطرة بصديقها. أتبعوا مساري ولا أخرج عنه، ما يزمناش ندخلوا بعضنا وندخلوا المسار في المسار الآخر. نتبع المسار متاعي كما قاعدين تشوفوا توا هكا. أحسنتم، لقد وصلنا وصلنا وصلنا. نعم لقد وصلنا وقمنا بإيصال الأشياء بأصدقائها. تماريننا الشهير هو تتبع النقاط. الآن سأقوم بتتبع هذه النقاط. في بادئ الأمر أتتبعها، ثم أتتبعها في البادئ، وفي الأخير أقوم بالإيصال لوحدي. خاطرنا أحنا توا تعلمنا وانجزنا برشا تمارين، توا نجمو ننجزو الدوائر وحدنا والخطوط متاعنا وحدنا. خلينا نكملوا التمرين هذايا وهكا نكونوا أنهينا الأنشطة الخطية. Thank you.
وهكا أطفالي الأعزاء نكون كملنا التمرين متاعنا من الأول إلى الآخر، تبعنا النقاط متاعنا بكل نجاح، وهكاك نكون احنا خدمنا النقاط تبعناها، عملنا الخطوط المنحنية والأفقية والعمودية والدائرية والحلزونية، تعلمنا جميع الخطوط. وهكا أصدقائي الأعزاء نكونوا كملنا النشاط متاعنا واللي هو الأنشطة الخطية، ونكونوا قد تعرضنا لجميع الخطوط، وهكاك باش نجموا تكملوا مسيرتكم الدراسية بنجاح. إلى اللقاء يا أطفالي.